لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. طاقم تحكيم النفاعي طبعا مدرب محلي للمنتخب اليمني يلعب بنفس الاسباني زكريا المدرب للمنتخب الكويتي ظافرة حكم المباراة الأردني الكويتي يحاول أن يعوض خسارته أمام منتخبنا البصرة الفيحة. إذن من بصرة الخير بصرة السبع المنتخب اليمني وار للمنتخب الكويتي صالح الكويتي لاحظ الإعادة يحاول تدوير الكرة كرة داخل منطقة الجزاء ومرت يلعب كرة لأمام العنزي لكن تعود لصالح منتخب اليمن. دائما المحاولات تكون للمنتخب الكويتي لاحظ خط الوسط يخسرها المنتخب اليمني كامل الدب لا يتعرض مرمى إلى هدف من قبل لاعبي المنتخب الكويتي. يلعب كرة لأمام الديمة عن طريق الجانب الأيسر هجوم للمنتخب اليمني وأيضا لاعبي المنتخب اليمني هذه البطولة كرة النقل على للأزرق الكويتي لاحظ التسديدة من مساء اليوم لأول مرة يشارك في هذه البطولة على مستوى منتخب الشباب. كرة قريبة لمنطقة أحد أو ست لاعبين على القائم القريب لكن الإبعاد استضفنا بطولة الصداقة منتخبات من وزارة الشباب ملاعب بنى التحتية على لاعبي المنتخب اليمني لذلك لم نشاهد أي محاولة تذكر لليمن تعود للوسط المنتخب اليمني ممكن في هذه المحاولة هدف يحرك المباراة. ظهير القليل الحاضرة في ملعب استاد البصرة هنا مع محاولة المنتخب اليمني لاحظ هذه الإعادة حسن الكوماني هجوم الآن لصالح المنتخب اليمني أحمد السوادي خطأ لصالح الكويت ينفذ الخطأ دقائق رتم المباراة والأداء يرتفع هجوم الآن المنتخب اليمني خطير على مرمى المنتخب الكويتي هل يفعلها المنتخب اليمني؟ معاذ العنزي لاحظ الإعادة الشامي ممكن يفعلها منتخب اليمن في هذه الأثناء ويسجل في مرمى المنتخب الكويتي خطيرة على المرمى وتمر الكويتي هناك للجهات البعيدة ممكن الكويت كرة لا زالت حائرة ما كبير يقدم مدرب منتخبنا وأيضا لاحظ الإعادة كانت تسديدة عن طريق اللاعب حسن الكوماني واستقبال عن طريق اللاعب عبد الرحمن الشامي سيدة لحارس المرمى بدر العجمي لاحظ بدأ اللقاء ولم يظهر حارس المرمى للمنتخب اليمني بسام صالح إلى رمية جانبية هذا هو كابتن المنتخب اليمني إلى خارج الملعب للوسط محمد القشري عملية تمرير تحضير عن طريق الجانب الأيسر ممكن محمد مهدي حاول يمر من أمام دفاعات المنتخب الكويتي المنتخب اليمني هنا الكويت هنشاهد هدف فيما تبقى من دقب اليمن سلامة والإعادة لمحاولة اللاعب محمد الاستشفاء بالنسبة للاعب أنه تلعب بين يوم هجوم الآن اليمن عملية التمرير أقرب للخط الجانبي لازم بحوزة لاعبي منتخب اليمن لما شاهدنا هدف في الدقائق الأخيرة أكيد الأمور ستصبح المنتخب الكويتي عن طريق خط الدفاع كرة النقل جهة اليمين فهد العميري يحاول ينطلق للأمام العميري يحاول مساندة هجومية لاعب المنتخب الكويتي عبد الهادي العنزي تنفذ الرمية الجانبية كرة داخل المنطقة يسجل الكويت ممكن يسجل أكثر من دقيقة الوقت المحتسب بدل ضاع كرة من جهة اليمين محاولة لا زالت قائمة منتخب اليمن ركلة حرة مباشرة خلاص الخط محتسب بدل ضاع للشوط الأول دقيقتين هي تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من لقاء الكويت مباراة ذاهبة من خلال شوطها الأول إلى التعادل بدون أهداف كرة عادة والمنتخب اليمني في شوط دون سيف مباراة لم ترتقي انتقالة من جديد للشوط الثاني للقاء المشوار وأول مباراة للبدلاء حمود السنعوسي لاعب نادي الكويت الكويتي يشترك الآن وركلة جزاء للمنتخب الكويتي لاحظ هذه الإعادة والتدخل فهد العزمي يتقدم العزمي ويسجل لل 48 لاحظ فهد العزمي
يتقدم والكرة في سقف المرمى. إذن هدف للكويت لا شيء للمنتخب، منتخب اليمني على حساب المنتخب الكويتي. لكن البداية في الشوط الثاني، الكويت يحصل على ركلة العجمة إلى الخارج، رمية جانبية لصالح اليمن، مرور ناجح من عمار نعمان، يحاول يمر يعكس كرة لأحمد مهدي. هجوم الآن للمنتخب الكويتي يبحث عن هدف ثاني، قد يخطئ الحارس لكن جانبيا المنتخب اليمني. عمار نعمان يطلب الكرة على التنفيذ للرمية الجانبية، السوادي من جديد مدافع اليمين من أمام رقم 20، ركنية لليمن داخل منطقة الجزاء، ست لاعبين بقمصان حمراء داخل منطقة الجزاء الأزرق الكويتي، المحاولة زالت قائمة، اليمن يحاول أن يعدل، ممكن الآن والبديل صالح المحطب. لاحظ هذه الإعادة داخل منطقة الجزاء، تحضير ممتاز، حكم المباراة أشار لاستمرارية اللعب ومحاولة المنتخب اليمني من مدافع وكابتن المنتخب. التنفيذ كان والأبرز كان الصاصي وأيضا النونو، علي النونو كابتن المنتخب اليمني، يحتاج مع وجود ركلة حرة لصالح المنتخب اليمني. أحمد اليمن تسجل، الكويت تسجل، اليمني ركلة حرة مباشرة، السنعوسي يلعبها لك. هذه الأندية الكويتية للعربي، حكم المباراة يشير إلى وجود خطر ركلة حرة لليمن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.